مشاهدي الإخبارية السورية، اليوم نحن متواجدين بالميدان وتحديدا بسوق الجزماتية لنرصد تحضيرات السوريين لاستقبال عيد الأضحى المبارك. سوق الجزماتية هو من الأسواق اللي عم يشهد إقبال كبير من المواطنين لابتياع حاجاتهم، وفي تبرز مظاهر العيد بأبرز حلة جنبي مجموعة من المواطنين. رح نستطلع آرائهم ونشوف تحضيراتهم وأمنياتهم لهذا العيد. مرحبا، أهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير. انت بخير إن شاء الله. خبرونا كيف كانت تحضيراتك لهذا العيد وكيف شايف الأجواء اليوم بالجزماتية؟ الحمد لله والله كتير كتير ممتازين أجواء العيد، الحمد لله. حضرنا المعمول وحضرنا كل شيء، بتعرفي أجواء العيد وأجواء الطبخ، وهلأ كلها عم نحضره بإذن الله. كيف شايفين اليوم الأجواء بالجزماتية؟ الحمد لله كلها بتجنن، صلت 3 أيام بهالحالة الحمد لله. الله هيك يا رب يتم السلام والعمى وهيك ويتم على طول الأفراح يا رب يا رب يا رب. كل عام بخير. مرحبا، أهلا وسهلا. خبرينا كيف شايفة اليوم الأجواء بالجزماتية؟ كتير حلوة مثل ما عليك شايفة، عيد يعني. شو أمنياتك بهذا العيد؟ أمنياتي إن شاء الله نضل هيك خير على طول إن شاء الله يا رب أكيد. وهون رح نشوف أحد الأشخاص. مرحبا، أهلي. كل عام بخير. وأنت بألف خير. خبرنا شو كيف شايف الأجواء اليوم بالجزماتية؟ أجواء كتير حلوة بمناسبة العيد، وكل العالم عم تجهز للعيد وهالأمور كله تمام. حابب عيد كل أمهات الشهداء وسيادة الرئيس بشار حافظ الأسد وكل مين دفع عن الوطن وحمى الوطن بدمه، وكل العساكر وكل الجيش تبع الوطن، حابب عايد عليهم كلهم. أكيد نحن بدورنا من عايد عليهم. شكرا لك. مثل ما شايفين يعني أقبال كتير كبيرة عم تشهده هي المنطقة وازدحام شديد إذا فينا نقول. رح نشوف كمان هون أحد الأشخاص اللي عم يشتغلوا. مرحبا، أهلا وسهلا. على رأسي كيف شايف الأجواء هون؟ الحمد لله كله تمام فضل الله. جو عيد شوفت عينك، العالم كله مروح الحمد لله. شو عم تجهزوا هون؟ خبرونا. هون ورق السمبوسة، هي أكلة شامية قديمة، تجي مثلثات صغيرة محشية جوز أو فستو. نعم، العالم تشتري الطاقة بيروح بيلفوها بالبيت. يعني أجواء جميلة جدا عم بتعيشها هي سوق الجزماتية بشكل عام، إقبال كتير كبير من المواطنين. مرحبا، أهلا وسهلا فيكي. خبرنا شو أمنيتك بهذا العيد؟ بهذا العيد شو يكون سوريا كلها بخير. أتمنى كل خير لسوريا ينعاد عليكم وعلى الجميع إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. هلا أكيد كاميرا الإخبارية عم ترصد معنا الأجواء وعم ترصد تحضيرات العيد والأشخاص يلي موجودين. انتقلنا لاحد محال الحلويات ولنشوف تجهيزاتهم لتلبيه حاجات المواطنين اليوم. مرحبا، اهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا رب. اليوم نحن موجودين بالجزماتيه، خبرونا شوي هيك عن تحضيراتكم لتلبيه احتياجات المواطنين ولايمت بيضلوا بيتوافدوا على السوق. هلا بشكل عام الحلويات مرغوبه بكل انواعها، مثل عندك المعمول بالعجوه وعندك معمول بالفستو، في عندك معمول بجوز تويتات واسمها كربيج بنفس الوقت، وفي عندك الباتيفور والغريبه والبرازه والبلوريه والكورشكور، البلوريه المكسرات، المبرومه، الفواكه مجففه مع النوكا بانواعها، والبغاجة بشكل عام هي مرغوبه بشكل عام من كل الناس. هلا بضل عم يتوافر السوق من هلا لصلاه العيد الصباحه، والحمد لله كله سوقنا ماشي والدنيا بخير باذن الله. هلا مثل ما بنعرف الجزماتية دائما لها طقوس خاصه باستقبال عيد الاضحى، خبرنا شوي عن هالطقوس اكثر. هلا بشكل عام الطقوس عندنا هون انه العيد عيد لكل الناس، وحتى بالعيد له ميزه خاصه انه العالم بتحنى في سيتا على الحلويات الشرقيه. رح نشوف كمان احد الاشخاص المتواجدين هون. مرحبا، اهلا وسهلا. يعطيك العافيه، كل عام بخير. يا رب انتم بخير، نعاد عليكم يا رب. خبرنا شوي كيف اقبال الناس على شراء الحلويات وكيف شايف الاجواء اليوم بالجزماتيه؟ هلا الاجواء الحمد لله مثل ما لك شايفه، الفرحه زايده اكثر يعني كل سنه عن سنه سبحان الله، وخصوصا السنه بالذات انه انتصرت سوريا، وشايف الاقبال الحمد لله وفي شغل الحمد لله وما في اي شيء اشكالات بنوم. امنياتكم بهذا العيد؟ امنياتنا انه نرجع مثل ما كنا، بهمه الجيش العربي السوري طبعا. ان شاء
الله يا رب. مشاهدينا هي كانت أجواء الجزماتية بشكل عام. رح نترككم مع الصورة. بدي أتمنى عيد مبارك وعيد أضحى مبارك لجميع السوريين، تبقوا بألف خير.